شهدت مدينة المفرق في مثل هذه الأيام من العام الماضي حفل إشهار أول فيلم متلفز بعنوان مسيحيو المفرق، والذي تم تنفيذه بدعم لوجستي من مكتب نورسات الأردن، حيث يحكي الفيلم الذي حضره ممثلون عن المؤسسات المدنية والكنسية وجمع غفير من المواطنين قصة التواجد المسيحي في المحافظة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بحضور جماهيري لافت شهدت مدينة المفرق إطلاق أول فيلم وثائقي متلفز بعنوان مسيحيو المفرق، والذي يحكي قصة التواجد المسيحي في المحافظة، حيث شهد حفل الإشهار الذي رعاه معالي العين حسين المجالي ممثلون عن المؤسسات المدنية والكنسية والمجتمع المحلي وجمع كبير من المواطنين. وبعد أن كانت الصلوات والمعمودية تؤدى في البيوت، ظهرت الحاجة لبناء كنائس للطوائف المسيحية المختلفة وضرورة توفير رعاية الكنسية لهم، حيث زادت عدد الأسر المسيحية في العام 1947 في المفرق عن 220 أسرة مسيحية، وبلغ عدد أفرادها 1265 فرداً، وشكلوا ما نسبته 17% من سكان البلدة موزعين على الطوائف المسيحية الأربع التي كان لها وجود في البلدة. ويسرد الفيلم الذي تم تنفيذه بدعم لوجستي كالتصوير والمونتاج والإخراج من مكتب نورسات الأردن، ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل وإعداد الصحفي فيصل بصبوص، قصة التواجد المسيحي في الأردن كأقدم المجتمعات المسيحية في العالم، حيث أكدت الدكتورة السمعان حرص نورسات وبوحي من رسالتها الإيمانية على دعم كل جهد يعزز الوجود المسيحي المرتبط بتاريخ الأردن، ويجسد أيضا حالة الوئام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد. حضور نورسات بهيك مواقف وبهيك نشاطات طبعا مش غريب، لأنه نورسات رسالتها ودعم الحضور والوجود المسيحي، وأيضا لإثراء الحضور المسيحي بتاريخ المسيحي، تاريخ المنطقة العربية في الشرق، والتاريخ المسيحي الموجود كمان في مناطق أردنية مثل مدينة المفرق اللي إحنا هلا متواجدين فيها. فهذا الفيلم كان يجسد مبدأ العيش المشترك اللي كان بين المسلمين والمسيحيين في الزمان الماضي لحد الآن ولا يزال، والأردن هو نموذج في هذا العيش المشترك، التعامل الودي الإنساني مع بعض بالمحبة والسلام والتلاقي، تلاقي مع الآخر، وهي رسالة نورسات، رسالة المحبة والسلام والتلاقي. نحن دائما موجودين بهيك نشاطات، ونورسات رسالتها وين ما كان تنشر هاي المعرفة وهذا التاريخ وهذا الحضور. فنتمنى للجميع، وأيضا هذا من هذا المنبر أنا بوجه رسالة كمان لكل إعلاميين صحفيين اللي حابب إنه يعمل مادة وثائقية عن الوجود المسيحي في الأردن، إنه نحن حاضرين كمان في دعم التصوير والمونتاج من مكتب نورسات. وشكرا لكم شباب نورسات، الله يعطيكم العافية. وعلى هامش حفل الإشهار انعقدت جلسة حوارية تناولت العيش الإسلامي المسيحي في الأردن تحت عنوان الأردن نموذجا، شارك بها معالي العين حسين المجالي وقدس الأب نبيل حداد الرئيس التنفيذي لمركز التعايش الإسلامي المسيحي، وسعادة النائب السابق جميل النمري ومدير آثار المفرق الدكتور إسماعيل بني ملحم، حيث تحدث المشاركون في الجلسة عن تميز الأردن عبر العالم بالوئام والعيش المشترك بين جميع أبنائه مسلمين ومسيحيين، مشيدين بنفس الوقت بدور نورسات ورسالتها المسكونية في تغطية الفعاليات التي تخدم الوطن وأبنائه. وانتهى حفل الإشهار الذي حضره نواب وأعيان ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي بتسليم راعي الحفل الدروع التكريمية للداعمين لإنجاز هذا الفيلم،
تلا ذلك تقديم معزوفات وطنية صدحت بها فرقة مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة الروم الأرثوذكس في المفرق، نالت رضا وإعجاب الحاضرين.